مرحبا واهلا وسهلا فيكم على قناة ميزو جيمينج. واليوم يوم جديد ولعبة جديدة، لعبة هورايزن زيرو داون، وراح نبلش بتختيمها ان شاء الله. واليوم راح تكون حلقتنا الاولى، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. راح نبلش باللعبة من ال راح نخليها نورمال، يعني عادية، لا صعوبة ولا لا سهلة كتير ولا صعبة كتير. طبعا هاي اللعبة هي من العام 2017، بس الجرافيكس تبعها جرافيك رائع جدا، يعني انا سويت بحث عليها على الانترنت وجبتها، فاللعبة بتستاهل انه نلعبها. على ما اعتقد هي من الالعاب اللي هيك فيها مود منظور الشخص الثالث، وعلى الاغلب راح تكون ممتعة. هيك بعصر قديم، وكأنه الجرافيك فعلا شيء حلو كتير. متعوبة على اللعبة، يعني متعوبين كتير عليه، متعوب على اللعبة جدا. Well done. عم تساعدهم. Children, come with me. ها؟ ليش هيك خافت منها أو احتقرتها؟ She's an outcast to be shunned. There. Oh, come on. ما بدها حدا من ولادها يوقفوا معها. منبوذة؟ ما بعرف هيك شيء. مزعجة. لا شو مسكينة، ليش هيك احتقرتها؟ اوه لا لا، كل هاللف وهالبنت الصغيرة هلا بتكون تكسرت. لكن في الألعاب لا شيء من هذا يحدث، بس الرسوم شيء رائع جدا صراحة. ما بعرف كيف هيكون لما طلعت على التجربة، يعني ألوي اسمه، ألوي ولا ألوي؟ روست. روست عم تنده على حدا. He won't hear me. وشا هيك بيلمع مثل الدمى، مثل دمية تشاكي. هلا فينا نمشي. حلو. كمان تقريبا هيك ما هذا الذي يحدث امامنا. والله الحركة رائعة. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Ross said never go in places like this. هذا اللي عم بتسميه روس قايلة انه ما بيصير ابدا تجي لهون. ادخل، لازم اطلع. اطلعي. من خلال الكهف. طيب شو هذا؟ شخص ميت على الخايفة. الحلو فيها انه في هيك اشارة المهمة، يعني ما هذا الشيء الذي يلمع؟ عم بتقول عيونها خضر. ايه حلق، حلقة، بس حلقة شو الكترونية بتلمع شوي. اوه اشتغلت، طلع منها صوت. عم دوري بهالكهف المظلم وعم تخافي من هي. حلو، عم بيصير حواليها مثل الهولوجرام، هاي الخاصية اللي على اساس بهالصندوق عم بتصير، يعني أضواء بكل مكان. الله منظر حلو. أوكي أنا كنت عم بلبس على السرعة. يو هلا شو نعمل؟ هيك حطها على الباب. رح نبحث عن الغرفة. بس نحطها على شي شغلة هيك
بتضل الدائرة الخضراء تروح وتيجي لبين ما بتدور، يعني لبين ما تثبت عليها وتخبرنا شو هي بالأحرى. يعني حلو. هي شو هلا نحن صرنا نكتشف هالألوان من دون ما نستعملها مرة تانية. شو هنسوي لها هولد؟ حلو. المهم عم تنتقل لحالها. ايوه هلا وين نروح؟ يمين يمين مرة تانية. The door changed color too. هلا فينا نغير تبع الباب كمان. حلو. شو هذا الأخضر اللي عم الأبواب مغلقة. وينو؟ على تحت عفوا. والله الحركة تبعها حلوة وسلسة، يعني هيك في سرعة، في فينا نقفز، فينا من هيك نتدحرج. شو هيك؟ فيني اشغل الفيديو. اوكي. Happy birthday, Isaac. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. هولوجرام مسجل على جهاز مثل الجهاز اللي هي حامل. We can still have a party, right? Sure we can. بالطبع فينا، ليش لا؟ Show me. والله أنا منبهر بصراحة من الجرافيكس. Happy birthday, Isaac. الرسوم رهيبة جدا. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and mom, but حلو. شو مبسوطة؟ معقول ما يكون في عندها أهل أو شيء مشان هيك هي مستغربة وحزينة؟ هاي نحن كمان قلنا هابي بيرثداي آيزك. لوين؟ تمام. أها هي هيك الحركة تبع المثلث، إنه الواحد يكبسها ولحالها بتمشي لهون لفوق حسب الإشارة لقدام. How did they die here? What happened to them? والله المكان مو كتير صعب يعني. ها في حدا عم ينده هنا؟ إلوهاي اجينا يا عمي. ليش عم تعيط؟ في فأر. هاي وصلنا. الإكس بتعمل مثل البوز، يعني بتعمل توقف مؤقت. خدي إيده يلا. You don't belong down there. عم بيغلاها انه لازم ما كنت تنزل، يعني don't belong. I fell in. They are of the metal world. عم تقول انا وقعت مزعوجة؟ هذا ابوها معناها. Did you find it down there? هذا هو الروست. Give it to me. اعطيني هي اللي شفتيها تحت. ما عم تعطي. Aloy. لا. Such things are dangerous. No. هالاشياء خطيرة ما عم تعطي. وش هذا يا قليلة الأدب؟ Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. البيت يلا. You will learn to hunt. بكرة رح نتعلم كيف نصطاد. ايه هلا صرنا بالصيد يعني؟ معقول؟ رح نبلش بالصيد هلا. هي متعلقة بهال What do they mean? متبين لها اشياء كثيرة هي. Take your bow. خذي القوس تبعك. فورا جهاز عم يتعرف عليه. And enough muttering to that plaything. Descend to the valley now. Follow. ننزل للوادي. وادي الموت. ها شو هذا؟ نحن عم ننزل حاليا. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say.
تمام. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. اعطاها هيك شيء مشان over here. It's called Southbrush. Come, gather its berries in your pouch. Good. شو هي؟ Now eat the berries. لازم اكل. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of this berries, flowers, and plants. Where are we? This valley is just a part of all mothers. قال إنه هالوردة طعمها مو حلو بس بتعطيك بتزيد من these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. في واحدة تانية من هالوردة. خليني أجيبها بسرعة. هلا. شفت إنه أنا منيحة. شفت يا أنكل روست. يا فازل روست. Further downriver, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. And I will be beside you. يعني آليين ما. Aloy, a machine's coming. أربعة. مربع عفوا. تمام. تخبى جوات هالعشب الطويل. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. رح ننترو لبين هذا. رح انترو انا لازم. And follow me across the trail to that tall grass. طيب. وانا عم اتبعك. أتبعوك أينما تمضي. Oh, ها في واحد ثاني وين؟ ها؟ ليش عم بكبس علينا؟ أها هي بتبين لنا وين هو. وهلا؟ أها خليني عنده هو اللي بيمشينا حاليا. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. اها عم بيعلمنا انه شلون ننتقل هيك اذا بدنا نتخبى من بين هالوحوش بيشوفونا اذا نتحرك بسرعه. في هيك اشاره عين عم تطلع فوق. شو نعمل؟ بس رح نتبعه حاليا. That's the last of them. Let's move on. عم بيعلمنا حاليا. You did well. They didn't see or hear you. عملت أشياء كثير. Now stay close. That herd should be just ahead. إنه هيك بس أنزل بالمربع ما فيهم يشوفوني. بتطلع إشارة العين يعني معناها أنا مرئي يعني بيشوفوني. سافلين. هذا الولد مثل القرد. Who's that? من هذا؟ Ignore him. But why is he up there? إنه هيك تجنبي يعني. مو تجنبي بس بهالمعنى يعني. وكأنك ما شفتي يعني. ها عم يبتسم لنا. خليه يبتسم شو فيها؟ ما خربت الدنيا. Ignore him. We are outcasts and he is. تجاهليه. Maybe he doesn't like the tribe. Then he is a fool. Come now. Let's find that herd. Follow. يلا روح شو انا بدي اروح يعني. طيب. يعني شلنا شو هي والله ما بعرف عم شيل زهرة قصبة زهرة وردة. يلا معك انا. There. See them? مستعجل مشان. These are called striders. Striders. هدول اسمهم striders. اي فعلا طلع الجهاز. To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. هدول بيخافوا يعني. Approach by stealth. ولا شو. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. خلينا نشوف هو شو بيقول أول شيء. يلا. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? هي Do as I say, Aloy, and gather the rocks. تمام. I'll show you how. جمع الأحجار. Those will do.
follow. اه بقول هدول بكفوا، بس هي بتلزمني انا احب الورود الحمراء. شو هي عم شيل اي شيء بطريقي؟ ما بعرف، على الاغلب راح نتعلم. طيب صوتها حقيقي يعني. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Traps. الحجرة ما بتأثر عليهم بس ممكن هيك تلبكهم. تلخبطهم لخبطة يعني. Okay. How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. ننبههم يعني بيقولوا إنه. On my signal, throw rocks and draw the watcher over me. بيحكوا مع بعض او شيء هيك مربوطين ببعض يعني، فهنن بينتبهوا اذا رمينا حجر او شيء يعني. هلا رح نشوف. عم بيقول stay on the red. اوكي لازم hold، لازم اخلي ايدي عليها. طيب هاي رميت حجر عليها. عم بيقول ارمي علي. اها الاثنين خلينا بنرجع يعني. شو هلا شو؟ There. Come girl, it's safe now. اجي من هون؟ ما راح ادخلني. حلو، هاي شغلة حلوة. Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. ها؟ افحص الهي. هاي شو كان في مواد؟ Gather stalks of ridgewood from the plants. Metal shards. كان في حبل و شو عم؟ ألملم هدول. طيب. Good. I see you've already gathered stalks of ridgewood. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. طيب. ال1 اوكي. اها فيني اعمل crafting. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. طيب let's put those arrows to use. Follow. خلينا نحط هالاسهم بالاستعمال يعني، معناه انا راح اهجم هلا بس ما ضح. هو stay low. شافني والله. شو هاد؟ Aloy, they heard you. Don't be so noisy this time. اسف اسف اسف. Let's put those arrows to use. Follow. هو كأنه انا متت هلا. طيب حلو، لازم اضل هيك مشان ما يحسوا فيني. طيب هلا ما نشوف. اهو تمام. شو اعمل هلا؟ يلا انا عم بسمع. اها الوقت لاعمل اول كيل لي، اول قتل، اول حالة قتل. عم يسويني مجرم يا عن جد. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable, like its okay. eye. Can you guess another? عم بيقولوا إن نقطة ضعف مثل عينه. في كيت تشوف في نقطة ضعف تانية؟ عم بيقول يستخدم هاي. ما أقول شو هي نقطة فوكس؟ شو هي؟ ها انا عم شوف انه هي كمان نقطة ضعف. How did you guess that? ها كيف عرفتي؟ It showed. Keep firing. الجهاز عم بيقول لها. بس ما كانت صعبة، ما تلقى يمكن نوصل مصدم. You did well today. But you have much to learn. Tomorrow we train again. بكرة. That boy. The one running the brave trails. شوف follow Aloy, quick. وين نبي؟ تمام. اها هاي ال L3 بيخلينا نسرع يعني. وانا عم بسرع. يلا. خلينا نشوف هذا الولد شو صاير له. والله انا ما فهمت. انا شو دخلنا؟ نحن شو دخلنا؟ لماذا نحن هنا؟
طيب ها ها تمام وصلنا للمقطع السينمائي. هذا هو الولد هاي هو وقع خلاص مات. نحن شو فينا نعمل لمشان صارت القضية تبعهم لونها أصفر، العادة بيكون لونهم أزرق معناها بس أصفر معناته حسوا علينا، لازم ننتبه لهالشغلة في الأيام المقبلة. شو شو شو؟ It's only a matter of time before the machines find that boy and kick him to death. أوه، مسألة وقت لحتى ما يشوفوا هالآليين و... ويضربوه لحتى الموت. بس احنا شو عم نشوف؟ Stop telling stories. فيني اشوف الطريق اللي بيمشوا فيه بس هو ما بده. I can sneak through. You will not. يعني فيها تتلصص يعني بمرونة عم بدخل. ليك ما عم ترد. اخذ السهم تبعه يا حبيبي. اضربهم بالبوكسات ولا اضربهم شو؟ هدول زرق لسه. عم تعمل كل شيء براسها. ما هذا الذي تفعلينه يا إيلوي؟ شو؟ شو عم هاي؟ أوه. وين؟ طريقي. تمام. لأنه إذا رحت بالعكس رح يشوفني. طيب هذا كمان راح لمكان تاني. شكرا شكرا حبيباتي. هدول بيلزمون مشان نسوي أسهم. هلا أنا مرئي للجميع. إشارة العين عم تطلع. Almost there. إيه إيه. الطريق تبعه كمان والله عم يمشي وراه ما عم يشوفني. شو هالآلة الغشيم الغبي. يلا ضل تسامته. هذا هو من بطح الكلب. هاي قوم بسوي حالك ميت. لا تخليني اسمع حسك. معناته هذا الولد راح يصير له قصة معنا. اتبعني اتبعني وانا سانقذك وساخلصك من هذه المجزرة. ما بعرف شو شافوني. والله على شوي كانوا يشوفني. من وين عم يمشي طريقه؟ طيب هيك مشان نشوف طريقه. تمام. خلاص انت شو دخلك؟ عم بيقولك كيف عم تعملي هيك كيف عم تعملي هيك. خلاص عم امشي وراي انا جاي عم بنقذك خالصين. عم بين الطريق انه في صوت صوت صفير البلبل. هيك يا قلبي تنبي. يلا خلصنا تقريبا. هذا هو الروس. لازم اروح لعنده يعني. بس اوصل للعشب الطويل راح اخلص منه. هداك مات. شو صار فيه؟ من الخوف كل شيء. عملت براسها مشان هيك هو تقريبا زعلان منه. هي مو لعبة يعني هيك تعملي لحالك. Wait. Oh mother bless that girl. Bless you both. عم بيتشكرهم. نقول انقذتني. ما بده. اغلق فمك اللعين. من بوزين الاثنين وهديك بدون ام. يعني لانه بلا ام هيك عم بيصير فيها. تمام. اوه اكل كف هيك على الطاير. طياره شغل عنا. خلك طيار. إذا يحكي معه لأنه المنبوزين عم يعمل شيء ضد القانون.
the way. لا انزعجت مرة تانية. عم بحزن عليها بس هي قليلة أدب يعني. ها. لسا عم تفكر بالشغلة تبع الولد الصغير. أوه. لا يا كلب. ضربها بالحزن. خليكي بعيدة يا اللي من دون أم. ها يا كلب. كفو. قوية هي. شو نعمل؟ حلو، هاي نقطة الاختيارات عجبتني. تنشوف. اها يعني فينا نضرب الحجر على راسه وفينا نوقع الحجرة من ايده وفينا نرمي حجرتنا، يعني نكون مناح. والله ما بدي اضربه على راسه بس رح اضربه على حجرته. تنشوف. حلو حلو، هاي الاختيارات عجبتني. زتها يا كلب. ايوه كفو كفو. والله ضربت على ايده. والله كان فيني اضرب على راسك بس يلا روح يا كلب. كسر لها راسها. انت تاني عم تقول ليش؟ Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before. That's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. ها هذا مو أبوها كمان. But they know. في حدا أجابها لإله. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. Manbuzin. It will be dangerous. How? Ooh. It would take years of training. I don't care. How do I do it? محارب. Tell me. مجموعة محاربين جابوا. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes. Whatever the winner wants. Then I'll do it. اها في لا عجيمة يعني قال في رح يصير اختبار واللي بيفوز ما بعرف شو بيصير. عم يحكوا تريد تتدرب البنت. التدريب رح يكون صعب ورح ياخذ سنين. هي عم بتقول اتبعني. يلا جاي وراكي. هلا بلشنا بالتدريبات. ايه الاسم تبعها. ايه هاي تعلمت تتسلق كمان. يلا ارنب. لا بدك تتقوي على ارانب. انت قتلتي وحش ليش عم تخافي هيك؟ ما تجيبي الارانب اجاها. روست شو عم يعمل روست؟ عم يقشر بطاطا؟ أكيد لا. ها عم تتعلم على الجهاز أكثر وأكثر. على السماعة تبعها والله ما بعرف. أوه دقنه صارت بيضة. شو السرعة؟ ولا أنا ملخبط؟ عم يبينوا لنا إنه عم تصير أسرع. إيه كفو. صارت تجيب أهدافها بدقة أكثر. قفزاتها صارت أحسن. أوه. أعطيني يدك يا بنيتي. ها ما بدها تعطي. حلو إنه هاي أنا صرت قوية وهيك عم تبين لي. ما بعرف ليش حسيت روست خطير بسرعة. أوه. ها كبرت. اوه والله شخصيتها ازدادت جمالا وشبابا. اوه حلو، معناته نحن ما رح نلعب كثير بالبقلة، رح نبلش فورا بالكبيرة. هاي ايش قوية صايرة. بس كأني مستعجل بالموضوع ولا انا ملخبط.
هو انا شفت اسلوب القتال شوي. خلاص ما عاد انه خلاص صارت تعتمد على حالها، صارت قوية. حلو حلو، جميل جدا جدا. والآن إلى أين؟ روست. روست صوتها تغير طبعا. روست. روست حجي وينك؟ Where is he? وين هو؟ Two days before the proving and he goes off without me. في يومين قبل الفحص. هيك بدهم يعملوا هداك تيست اللي هو حكى. حلو جميل. شو هذا؟ هذا كويك سيف، حفظ سريع للعبة. He said we go hunting this morning. ما بعرف. Why isn't he here? هو قايل انه راح يروحوا للصيد اليوم. هاي عم شافونا مكان مشان نروح له. ما بعرف. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة وبشوفكم بالحلقات الجاية، مع السلامة.